الو اشغله. بقول لك يا اسطى. ايه يا اسطى في ايه؟ نتيجه زاني جبتها ولا لسه؟ النتيجه لا لسه ما جبتهاش يا اسطى. طب لما تجيبها يبقى قول لي جبت كام. ماشي ماشي. بقول لك ايه يا اسطى، ما تقولش لابويا ولا اي حد يعرف يا اسطى. عيب عليك حبيبي يا اخويا. حبيبي 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 يا اسطى اللي انا بعشقك. مش عايز حاجه؟ لا سلام 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 رعايه الله. ما تقولش لابويا. انا حاج مع ابو يوسف. تمام انا صاحب يوسف. لما يوسف يصحى من النوم يبقى اقول له النتيجه طلعت، علشان انا عمال ارن عليه ارن ارن انا مش عايز يرد عليا، فقلت اقول لابو بقى يبقى يقول سلام سلام. خد يا تعالى جاي. خد تعالى تعالى. ايه في حاجه ولا ايه؟ رايح فين؟ لا ده انا كنت بتمشى في الشقه كده شويه. النتيجه بتاعتك ما ظهرتش ولا ايه؟ النتيجه ما النتيجه لسه ما ظهرتش على فكره. صاحبك بيرن عليا ويقول لي النتيجه ظهرت ليه؟ بيضحك عليا ولا ايه؟ صاحبي اه يا ابن الغدار. لما تيجي تشوف نتيجتك جبت كام كده؟ عادي ونشوفها عادي. تعالى نشوف جبت كام. والحق كده يا موكوس. ليه بس بتقول كده؟ ده انا هطلع من الاوائل. لما انا واثق فيك برضه ما تقلقش. امال ايه؟ ثق فيا بس. لا ما انا واثق فيك ما تقلقش. ثق فيا. ثق فيا. شفتها ولا لسه؟ ايه ده؟ اصطدمت كده؟ لا نجحت. جبت كام بقى؟ امال ايه؟ ملاحق؟ ملاحق يا عيني ده. لا هو انت انت مش الله الحمامي. انت تتكلم جد؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي. اثبت يوم. شغل أغنية تانية نرقص. أشغل أغنية تانية حلوة نرقص عليها. لا أنا عندي أغنية لك حلوة رقصك على واحدة ونص. اسمع ده كده. قلبي مات وانتو السبب. اغرق يا بخاف من الضلمة على فكرة. بس بس كفاية كده. اقول لهم انا ولا تقول لا اقول لهم عادي. اسمعوا كلامك. اسمعوا كلامك ان شاء الله. اسمعوا كلامك دعني اعمل اللي بيقول لك عادي. ما تنساش تعمل لايك. مش هيسمعوا كلامي يا ابني. يا عم عادي هيعملوا. ماشي. يا ريت تعمل لايك، ولو انت اول مره تشوف فيديوهات يا ريت اشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان كل ما انزل حاجه جديده توصل لك اول واحد. في حاجه تاني كده يا جدعان هيكون الفيديو خلص. يا ريت ما تنساش تحطوا لايك للفيديو ده وشير حلو كده من عندك، اعمل شير لاصحابك وفي كل مكان. لو انت اول مره تتفرج على فيديوهاتي انزل اشترك في القناه وفعل زر التنبيهات عشان كل ما ننزل حاجه جديده توصل لك اول واحد. وبس كده اشوفك الفيديو الجاي. سلام.